التحكيم مهمة صعبة في لبنان وحيثما كان، وتزداد صعوبة حين تتساوى الكفاءات. هذه السنة اختارت شركة فيرست بروتوكول باقة من الخبراء ليكونوا هم أعضاء لجنة التحكيم. نتعرف عليهم وعلى آليات عمل اللجنة وكيفية اختيار المكرمين في هذا التقرير. بدي هني شركة فيرست بروتوكول على الإنجاز الكبير يلي عم تقوم فيه. أنا واكبت عمل فيرست بروتوكول سنة الماضي والسنة كعضو باللجنة التحكيم. سنة الماضي كانت كتير ناجحة، والسنة صار في تطور نوعي كتير كبير، مؤسسات كانت كتيرة، والتنقية ضمن المؤسسات كانت صعبة علينا. مش إنه كل ملف بده يتقدم معناتها هذا الملف في كل الكريتير مشان يربح. كنا كتير سيلكتيف السنة من ناحية الكريتير. ديش السنة كانت صعبة، السنة الجاية رح تكون كمان أصعب، لأنه رح يكون في مجلس أمنا، كمان رح يصير في لقاء مع كل مؤسسة تشرح لنا شو هو العمل المميز اللي قامت فيه. هيدا التكريم هدفه يشجع الشركات الخاصة بلبنان أنه تهتم أكثر ببيئتها الاجتماعية. كان تحدي كبير لنا أن نختار ما هي الميزات الفريدة التي تقدمها كل شركة نحو المجتمع الذي يهم الشباب الصاعد، وكذلك الفئات اللبنانية المحرومة مثلا في القرى والمناطق الريفية. فكان من الصعوبة لنا أن نختار 12 مؤسسة، ولكن قمنا بمجهود بقدر الإمكان وكنا حياديين بقدر الإمكان، وتوصلنا أخيراً إلى اختيار 12 شركة. مش معناتها هلأ إذا نحن بالجوري نقينا بس 12 شركة هن الربحانين، لأنه الشركات الثانية هي ما كانت تستاهل أنه تربح. بالعكس، لأنه كان عندنا هالسنة كاتيجوريات أكتر كتير من السنة الماضية، سنجبرنا لأنه بنفس الكاتيجوري كان في عدد كذا واحد بنفس الكاتيجوري بيستاهل ويربح الجائزة. فور ذا فيوتشر منحب أكتر نشوف كاتيجوريز اللي هي شو عم تعطي دايركت امباكت على المجتمع أو دايركت جيفينج للمجتمع، وشو فيها ابتكارات كمان جديدة. الإيفنت اللي هو السوشيال ايكونوميكال أورد هو اليوم منه بس ملك الفيرست بروتوكول اللي هن عم بينظموه، هو هذا ملك لبنان. منشجع إنه اللبنانيين الموجودين بالخارج يشتركوا فيه، خصوصاً إذا هن مشاركتهم رح تعمل إمباكت على المجتمع اللبناني في الداخل. يعني تحية إلى لجنة التحكيم، والله يكون بعونهم.